أخبار اليوم. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم مع شرح للنموذج الثاني لسؤال الأدب والبلاغة. نبدأ بسؤال الأدب. علل اتجاه خليل مطران للرومانسية. بالطبع أعزائي الطلبة والطالبات، من المعروف أن شأننا الكبير اتجه إلى الرومانسية نتيجة عدة أسباب نذكرها فيما يلي، كما هو مدون أمامكم الآن في نموذج الإجابة بجريدة أخبار اليوم. تقول الإجابة: بسبب اطلاعه على الشعر الرومانسي وبخاصة الفرنسي عندما هاجر إلى فرنسا فرارا من ظلم الأتراك، كذلك لنشأته في أحضان الطبيعة في لبنان الجميلة، أيضا عواطفه الجياشة وحسه المرهف. هذه الأسباب هي التي دفعت خليل مطران إلى الرومانسية. علل: القصة القصيرة أقرب الفنون الأدبية إلى روح العصر. الإجابة أعزائي الطلبة والطالبات تكون على النحو التالي: لأنها انتقلت بمهمة القصة الطويلة من التعميم إلى التخصيص، فلم تعد تتناول حياة بأكملها أو شخصية كاملة بكل ما يحيط بها، وإنما اكتفت بتصوير جانب واحد من حياة الفرد، أو تصوير خلجة واحدة من خلجات النفس الإنسانية، تصويرا مكثفا يساير روح العصر. سؤال آخر: كيف نظر شعراء المثل الواقعية إلى موسيقى الشعر؟ أعزائي الطلبة والطالبات، شعراء الواقعية لم يلتزموا بوحدة الوزن والقافية، وإنما اتجهوا إلى التفعيلة الذي أدى إلى السطر الشعري. وإجابة هذا السؤال تكون على النحو التالي: التكوين الموسيقي للقصيدة لدى شعراء المثل الواقعية يعتمد على وحدة موسيقية تتكرر هي التفعيلة، دون ارتباط بكم محدد لعددها في كل بيت، ودون أن يكون هناك شطران للبيت كالشعر التقليدي، بل قد يتكون البيت الشعري لديهم من تفعيلة واحدة أو أكثر دون شرط التساوي بين سائر الأبيات أو التقيد بعددها، ولهذا سمي السطر الشعري وليس البيت الشعري. وتبعا لذلك تختلف الأبيات في عدد تفعيلاتها طولا وقصرا، والمرجع في ذلك هو تمام المعنى عن المعنى المقصود. سؤال يقول: ماذا يقصد بكل من المقال النزالي والمقال الفلسفي؟ المقال النزالي أعزائي الطلبة والطالبات يظهر عندما تثور المعارك الأدبية والفكرية، مثل المعارك التي دارت بين العقاد والرافعي. أما بالنسبة للمقال الفلسفي فقد ظهر هذا النوع كفن قائم بذاته وليس جزءا من التحرير الصحفي في مقالة الدكتور زكي نجيب محمود. أعزائي الطلبة والطالبات، ينبغي أن أشير هنا إلى أن سؤال الأدب لا يأتي من جزئية محددة كما يفعل بعض الطلاب، يقول أركز على هذه الجزئية وأترك هذه الجزئية. سؤال الأدب أعزائي الطلبة والطالبات يأتي من أجزاء متعددة متفرقة، ومن هنا ينبغي العناية بدراسته دراسة جيدة. ننتقل الآن أعزائي الطلبة والطالبات إلى سؤال البلاغة. وكما قلت من قبل، سؤال البلاغة يحتاج إلى فهم جيد للأبيات نستطيع من خلالها معرفة الفكرة العامة والعاطفة المسيطرة على الشاعر فيها، وبالتالي نستطيع أن نجيب عن الأسئلة بسهولة ويسر. وهنا ينبغي أن أشير إلى أبناء طلبة والطالبات إلى أن الممتحن أحيانا ما يأتي بمعاني كلمات إذا ارتآها صعب على طلبة والطالبات فإنه يأتي بمعناها في ورقة الأسئلة، وأحيانا يعطي توضيحا للأبيات من خلال قولي مثلا لشاعر معاصر يتحدث إلى شباب النيل أو غير ذلك. هيا بنا نتعرف على الأبيات التي معنا الآن. قال الشاعر: أمتي
إني أرى مستقبلا مشرق الوجه عظيم الموكب، وابتسامات المنى رفت على ثغر تاريخ عريق منجب. أمتي إني لما أبدعته من بطولات الدم المنسكب وانتفاضات على أغلالنا واثق من نصرق المقترب. تشوفوا الأبيات عن مشاعر متعددة، وضحها وبين مصدرها. السؤال يسأل عن أمرين: المشاعر المتعددة ومصدر هذه المشاعر. بالطبع لن أستطيع معرفة المشاعر إلا بعد الفهم الجيد للأبيات، وتكون الإجابة على النحو التالي. تشوفوا الأبيات عن مشاعر متعددة، وتظهر هذه المشاعر فيما يلي: شعور بالتفاؤل والأمل في المستقبل، ممتزجا بشعور الاعتزاز بالتاريخ العربي العريق والإعجاب بما فيه من بطولات وفدائية انسكب فيها الدم العربي العطر، كما نجد شعور الفخر بالقوة والانتفاضة التي تحقق النصر القريب وتؤكده. هذه إجابة الجزئية الأولى. الجزئية الثانية نقول فيها: ومصدر هذه المشاعر إنما هو استقل كامل عند الشاعر وإيمانه العميق بما لأمته من أمجاد عاشتها الأجيال المتعاقبة، وبما لها من بطولات في القديم والحديث سيطرت كلها على أحاسيس الشاعر، مؤكدة أن الماضي والبطولات والكفاح والتضحية كلها مصادر تحقق المستقبل العظيم. سؤال آخر يقول: يجمل التصوير حين يتحقق الاتساق بينه وبين وجدان الشاعر، وضح ذلك من خلال البيت الأول. لاحظوا معي أعزائي الطلبة والطالبات، السؤال هنا قال: يجمل التصوير حين يتحقق الاتساق، أي الارتباط، بينه وبين وجدان الشاعر، وطلب توضيح هذا الأمر من خلال البيت الأول. إذا أجاب الطالب إجابة صحيحة عن السؤال ولكن من البيت الثاني أو البيت الثالث أو غير ذلك، فالإجابة خاطئة، لأن الممتحن قصد بسؤاله البيت الأول فقط. ومن هنا تكون الإجابة على النحو التالي: في البيت الأول اتسق التصوير مع وجدان الشاعر، فلقد كانت عاطفة الشاعر فيه هي عاطفة التفاؤل والأمل، وهذه العاطفة سيطرت على خياله فجاء معبرا عنها. ومن الصور المتسقة مع هذا الوجدان قول الشاعر: إني أرى مستقبلا مشرق الوجه. فقد تصور الشاعر المستقبل إنسانا عظيما في وجهه بسمة وإشراق، وحذف المشبه به وذكر ما يدل عليه وهو الرؤية والإشراق، كما تصوره ملكا ذا سلطان وهيبة في موكب عظيم. ما القيمة الفنية لكل مما يأتي؟ أمتي، المنسكب، انتفاضات. مثل هذا السؤال أعزائي الطلبة والطالبات ينبغي أن أذهب إلى موضع هذه الكلمة وأقرأها وما حولها جيدا حتى أتمكن من الإجابة الصحيحة. كلمة أمتي، الإضافة هنا لياء المتكلم تدل على مدى اعتزاز الشاعر بأمته وشرف النسبة إليها، والنداء فيها يفيد التعظيم والتمجيد، فكأنه يقول: يا أمتي. كلمة المنسكب في قولنا: من بطولات الدم المنسكب، هذا تعبير يدل على غزارة الدماء التي سكبت من الأبطال في معارك البطولات. أخيرا كلمة انتفاضات في قولنا: واثق من نصرق، وانتفاضات على أغلالنا واثق من نصرق المقترب. كلمة انتفاضات هنا تعبير يدل ويوحي بالثورة ضد كل مستعمر للتحرر من كل القيود. أعزائي الطلبة والطالبات، بهذا ننتهي من استعراض سؤال الأدب والبلاغة في النموذج الثاني
مواد بلقاء مع أسئلة النصوص. أترككم الآن إلى سؤال النصوص.